الخير، ازيكم؟ فيديو النهارده اتاخرت فيه جدا جدا، انا عارفه، وهو جلسه تنظيف عميقه للبشره في البيت. انا لسه راجعه من بره وغيرت ولبست بلوفر من البيت علشان لو اتبهدل معانا مش مشكله. كمان انا بشرتي بقالها حوالي 3 اسابيع ما عملتلهاش تنظيف، مش اكتر من الغسول والمرطب والسام بلوك وخلاص. فتعالوا بقى ندلع بشرتنا وندلع نفسنا ونعمل تنظيف عميق للبشره. اول حاجه هستخدم الغسول بتاعي ده من ستارفيل، بما ان الجو بدا يحرر والصيف بدا يطلع، فانا رجعت تاني استخدم ستارفيل لان هو مناسب اكتر للبشره العاديه والمختلطه، وانا بشرتي بتزايد شويه في الصيف وبتبدا ان هي تكون مختلطه سيكه، فانا باخد على ايدي يعني حبه صغيرين جدا مقدار حبه الحمصه زي ما قلنا، وببدا ان انا ادعكهم على صوابعي كده، وبعد كده بوزعهم بقى على وشي كله، وده بيكون شكله بعد التوزيع. بسيبه حوالي من دقيقتين كده، بعد كده اروح اغسل وارجع له. خلاص غسلت وشي من الغسول، اجيب بقى الفوطه بتاعتي اللي هي بتاعه بشرتي، هنشف بيها البشره بطريقه الطبطبه، وكمان هي شعرها ناعم جدا فمش بتجرحني في البشره ولا بتاذيني خالص. تاني خطوه المفروض ان هي التقشير او السكراب، بس انا علشان قدام شويه هعمل ماسك قهوه فهستخدمه كماسك وكمقشر في نفس الوقت، فمش هستخدم سكراب بقى، فهنستبدله بالطامي. هستخدم دلوقتي الطامي علشان هعمل وشي بعد الطامي، فمحتاجه ان انا استخدم حاجه علشان الحبوب وكده. ده الطامي بتاع بوبانا، بحبه جدا جدا، بصوا اصلا هو قرب يخلص خالص، قرب ينتهي، فانا لازم اجيب منه تاني. هبدا بقى ان انا احط الطمية على بشرتي، وخصوصا على الاماكن اللي معرض انه يطلع لي فيها حبوب اللي هي مناطق التيزون. مهتمة قوي بالجبهة والمناخير، لكن مش بيفرق معايا شوية الخدود لان انا خدودي جافة. وخلاص ده الشكل النهائي، الشكل المرعب ده. هستنى بقى 10 دقايق من غير ما اتكلم خالص علشان الماسك ده بيلزق كده على البشرة وبيخليها مش عارفة تتحرك عشان الخطوط التعبيرية. هستنى 10 دقايق وارجع لكم. عدى 8 دقايق وانا حاسة ان الماسك نشف جدا لدرجة انا مش عارفة اتكلم، وبص اصلا بدأ ان هو يشقق كده، وانا مبحبش الماسك يوصل للمرحلة دي، فمش هكمل الربع ساعة، هروح بغسله وارجع. خلاص غسلت بشرتي من الطمي وحسيت انه كده بدأ الدنيا تتحسن كتير. بعد كده بقى هستخدم الشفرة، الشفرة دي بتاع تينكي اللي انا جبتها في الفيديو بتاع المشتريات بتاع امبارح، وحط جل صبار، ده بتاع كليوباترا، ده ارخص تقريبا جل صبار ممكن انتوا تلاقوه في السوق، سعره من 15 ل 20 جنيه حسب المكان يعني اللي هتجيبوه منه. كده دهنت وشي كله بالجل، هبدأ بقى ان انا افتح الباكت دي وهناخد منها واحدة. هجيب بقى المراية وهبدأ ان انا امشي كده على مكان هاخد كده جزء جزء في اتجاه نمو الشعر، والشفرة تكون مايلة ما تكونش واقفة ولا تكون نايمة علشان ما تعورش البشرة. شايفين لون الجل اللي طالع اللي انا مسحته من الشفرة طالع لونه عامل ازاي؟ وجواه طبعا مليان شعر، برغم ان احنا المفروض ان احنا منظفين بشرتنا، بس الشفره بتطلع فعلا بلاوي. باقي بقى حواجبي اظبطها اوف كاميرا وارجع لكم تاني. خلاص عملت حواجبي وغسلت بشرتي من اي بواقي شعر او اي جل صبار عليها او كده. الخطوه الجايه دي بقى هنعمل 3 حاجات في وقت واحد. اول حاجه هنستخدم اي بيل اوف ماسك علشان البثور، هحط البيل اوف ماسك ده بتاع ستاركي اللي هو قناع الفضه، حطه على مناطق الدهون كلها عندي. تاني ستيب هيكون ماسك طبيعي للهالات وللسمرار حوالين الفم، هيكون عباره عن ان انا اجيب طبق الماسكات واحط فيه معلقه قهوه وكمان عليهم معلقه عسل اسود. فوائد القهوه والعسل الاسود تحفه جدا في تفتيح الجلد وفي زالة اي غمقان او اسمرار موجود في اي مكان، وكمان في تفتيح وترطيب منطقة تحت العين علشان نشيل الهالات. وتالت ستيب هتكون تقشير الشفايف، هستخدم المرطب ده مرطب انا اللي محضراه في البيت، عبارة عن سكر وعسل اسود برضو، هنقشر بيه شفايفنا عبال ما الماسكات دي تنشف، ويلا نطبقهم مع بعض. هسيب بقى القناع ده ينشف وهاخد معلقة عسل اسود على معلقة القهوة اللي معايا، وهدمجهم كويس مع بعض، حط منهم بقى تحت العين. وكمان حوالين البق. بس كده خلاص. هقشر بقى شفايفي زي ما قلتلكو. وبس كده خلاص، هسيبهم برضو 10 دقايق وبعد كده هرجع لكم. خلاص عدى شويه وقت حلوين والبيل اوف ماسك خلاص نشف، وكمان القهوه حاسه برضو ان هي بدات تنشف شويه، فانا اول حاجه اعملها ان انا هبدا اشيل القناع ده. القهوه بقى هقشرها كده، هفركها كده بحيث ان هي تعمل زي تقشير للمنطقه اللي هي حوالين البق دي،
وتحت عيني طبعا مش هعمل له التقشير ده علشان المنطقه اللي تحت العين دي رقيقه جدا، هروح بس اغسل بشرتي من كل اللي عليها ده واجي تاني. يا جماعه ماسكات القهوه دي حياه تانية للبشره، اقسم بالله انا بعد ما بستخدم اي ماسك قهوه بحس ان انا بشرتي فعلا راحت في حته تانية خالص. ونيجي بقى على اخر خطوه في التنظيف بتاع البشره ما قبل على طول المرطب والسيره، هي ان احنا هنعمل ماسك الشاي الاخضر عادي، هنحضره كاننا نعمل شاي اخضر لينا نشربه بالظبط. هنحط مثلا نص معلقه شاي اخضر في المج وننزل عليها حوالي ربع كوبايه ميه مغليه كده، ونسيبها لحد ما تستهدى خالص علشان الشاي الاخضر ينزل كل عصارته في الميه، وبعد كده نصفيه. وده بيطلع الشكل في الاخر. في النهاية هنجيب بقى الكبسولة بتاعت الشيت ماسك العادية دي وهنفتحها ونحطها في الشاي الاخضر بتاعنا. بصوا هتبدأ تنفش يعني كلها كده تتشرب الماسك علشان هناخده نحطه على بشرتنا. فوائد الشاي الاخضر للبشرة تحفة، حلو جدا في الاكسدة، علاج الاكسدة بتاعت البشرة، وبيغذي البشرة وبيخليها كده نضرة وصحية، وكمان بيجدد الخلايا. ففوائد الشاي الاخضر بجد حلوة جدا. خلاص كده تقريبا الماسك فرد في الكوباية كلها، هبدأ بقى ان انا اخده وافرده على البشرة. ثانية نشيل المايك. اهو كده حلوة قوي، كده مسك على البشرة. هبدأ بقى ان انا اجيب الجاد رول وابدأ اعمل مساج كده، ده من ناحية بيعزز من امتصاص البشرة للماسك، من ناحية تانية بيزود الدورة الدموية في البشرة وبيحفز انتاج الكولاجين. انا بحب جدا جدا الخطوة بتاعت الشيت ماسك دي وبعدها الجاد رول على طول، بحس ان هي بتعمل لي استرخاء، وخصوصا ان انا بكون مسقعة الماسك. يعني انا حطيت كوباية الشاي الاخضر دي في التلاجة شوية بعد ما خدت منها من الشاي الاخضر العصارة بتاعته علشان الماسك يسقع، فكمان يكون فيه زي عملية استرخاء شوية للبشرة ويهدي البشرة لو عندها عرضة لأي التهابات بسبب أي خطوة ممكن تكون كانت قاسية عليها عملناها أثناء التنظيف. برضو تحت العين الشاي الأخضر حلو جدا جدا لمنطقة تحت العين، بيهدي الانتفاخات وبيهدي برضو الهالات. بس كده هفضل بالشكل المرعب ده لمدة 10 دقايق لحد ما الشيت ماسك ينشف على بشرتي وهرجع لكم تاني. وممكن في الوقت ده استخدم الفازلين على شفايفي كماسك ترطيب كده، مش الترطيب اللي هو الأخير، لا ده زي ماسك احط كمية فازلين كبيرة شوية، يعني كأني بخفي معالم شفايفي ولون شفايفي خالص علشان نرطب الشفايف ترطيب عميق جدا ولو في اي تشققات نشيلها. ما عداش 5-6 دقايق كده الا وكانت بشرتي متشربة كل الشيت ماسك، وده كان اكبر دليل ان انا بشرتي كانت مجهدة جدا. وحقيقة انا مبسوطة قوي من النتيجة اللي انا حاسة بيها واللي وصلت لها. هنيجي بقى لاخر خطوة خالص هي خطوة الترطيب. اول حاجة هستخدم السيرم ده بتاع الهيالورونيك بتاع دكتور راشل، هو قرب يخلص بس هو كويس انا بحب استخدمه. يعني ناخد شوية كده هنا. انا كانت بشرتي مندية على فكرة بعد ما كنت غسلة الشيت ماسك، فعشان محدش يقولي بشرتك ما كانتش مبلولة، هي كانت مندية. انا ما بحبهاش تكون مبلولة اللي هو بتنقط مية، لا بيكون بس الملبس بتاعها طري كده. خلاص انا كده وزعت السيرم على بشرتي كلها، هسيبه 3 دقايق كده البشرة تشربه كويس، بعد كده نحط المسترايزر بقى. في الوقت ده هرطب شفايفي بالليب بالم بتاعت 5 خمسات. انا مسحت الفازلين برضو على فكرة لان انا كنت حطاه كماسك بس يعني. وبرضو هرطب تحت عيني بكريم بانسينول وانا بحبه جدا، وبرطب بيه تحت عيني عادي خالص مفيش مشكلة. ومنطقة تحت العين بس طبعا بناخد منه كمية صغيرة، بس منطقة تحت العين من الاماكن اللي مفيش فيها بشرة دهنية ومختلط، هو مكان جلده رقيق جدا فبيحتاج مرطب عادي واحد لكل الناس، فانا بحب بانسينول وبرتاح عليه. ببدأ ان انا اوزع المرطب باتجاه واحد لبرة، مش بفضل رايحة جاية علشان معملش تجاعيد لمنطقة تحت العين. واخر حاجة بقى هرطب وشي بالمرطب بتاعي اللي هو كالم سكين، زي ما قلتلكم ان هو قوامه تقيل، فعشان كده انا بحط منه نقطة كده واحدة في كل مكان لحد ما يبقى وشي كله شكله منقط كده، علشان اخلي في كل مكان كمية صغيرة جدا فتندمج وتتفرد بسرعة. هوزعه بقى جنب جنب عشان اوريكم. شايفين فرق التان اللي عامله بين هنا وبين هنا، بين قبل ما احطه وبعد ما احطه؟ هو ده اللي انا كنت بقول لكم عليه ساعه ما كنت بعمل الريفيو عنه، ان هو بيدي شويه بياض كده للبشره بس كام دقيقه وبعد كده بيروح.
بس كده خلاص، انا كده بشرتي متنظفه والشعر مش تقل منها والجلد الميت، وايه عملت لها مسكوت تفتيح وعملت لها ترطيب قوي وعميق، وانا حاسه فعلا ان البشره بتتنفس من كتر ما هي متنظفه كده، والمسام كلها بتطلع نظافه. وديكوا طبعا شايفين النتيجه قبل وبعد، النتيجه في اول الفيديو كان شكلي عامل ازاي ودلوقتي شكلي عامل ازاي. فبس كده، لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش، ولو عندكم اي استفسارات او اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتس وارد عليكم كلكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه كتير. سلام.